أعلن وزير التجارة أثير الإغرار للاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الاكتفاء سيسهم بتوفير الطحين للبطاقة التموينية ويحفظ العملة الأجنبية التي كانت تذهب إلى الاستيراد. من الله بعلينا بمحصول نستطيع أن نقول يؤمن خزين استراتيجي وزيادة. حقيقة كانت متابعتنا اليوم في بابل ومحافظات أخرى، وتستمر المتابعة، هي تأتي من خلال توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بالفلاح ودعمه من خلال آليات حقيقية ميسرة وتوفير المبالغ الخاصة بمحصول الحنطة المستلم. استغنى الفلاح اليوم بتعبه، اجى قدم للدولة واخذ استحقاقه. كانت تروح الى تجار ومضاربين وغيره، اليوم مباشرة من الفلاح الى السايلو واستلام استحقاقه خلال يوم ويومين كأقصى حد، انه خلال ايام سيبدأ التحديث مثل ما النجف وكربلاء والسماوة، راح يدخل تحديث البطاقة الإلكترونية في بابل والالتزام بها واستلامها وتحديث البيانات بشكل حقيقي.